إذا خلينا نطلع على محرر هون. إحنا ما لنا منقول ستيتر بولز لا تساوي بالضرورة ستيتر بولز لا تساوي بالضرورة أو يعني يمكن هذا الترم الغلط اللي استعملته هون not necessarily equal. في فرق بين not equal و not necessarily equal. ها والمثال عليه شفنا أمثلة كتير. مثلاً إذا طلعنا على مثال أربعة ممكن يكون عندي هون ثمانية phases. فمثلاً يكون عندي هون stator pole هون stator pole هون stator pole هون stator pole مثلاً. فهي عندي أنا أربعة poles ممكن يكون هذا أربعة poles ممكن يكون two phases. فممكن أنا أجي بلف هون سلك على هاد بعدين بأخذ هذا السلك بلفه هون وهي بطلع طرفين هاي one phase. إذا هون عندي بالحالة هاي number of stator poles بيساوي أربعة number of phases بيساوي اثنين. واللي رح أعمله هون رح أجيب هلأ سلك تاني خلينا نحطه بلون تاني فهي عندي هذا. وطبعا لاحظوا طريقة الشبك لازم تكون صحيحة. أظن رح نعمله هون بحيث إنه يكون عندي هون north لما يكون هذا north هذا بيكون south. وعندنا رح نشبك واحد تاني هون هلأ ورح أخذ بعدين هذا السلك واشبكه هون. كم سلك طلع عندي؟ هلا بالحالة هاي أنا أربعة ممكن أنا أطلع كان ثلاثة بس. فهون عندي مثلا ممكن يكون four wires وممكن كان اللي أعمله إني آخذ مثلا هذا السلك هاي هذا الطرف هذا السلك أشبكه مع هذا السلك وأطلعه لبرا بعدين آخذ هذا السلك اطلعه لبرا وين ضل عندي اسلاك وهذا السلك هذا مش هيك هذا اطلعه لبرا شايفين الاختلاف في الحاله الاولى انا من هذا الفيز اللي موجود هون طلعت سلكين. ايش ميزه اني اطلع سلكين من الفيز الكمون مختلف ممكن اشبك احطه بوزيتيف واحطه نيجاتيف. لكن إذا شبكت الكومون هذا صار عندي كومون لهم كلهم اللي هو 3 واير سيستم صفى طلع عندي بس صار بدي أشبك هذا كومون وبعدين هون بحط يا بشغل هذا يا بشغل هذا فبكون عندي هذا بنسميه يونيبولر يونيبولر سيستم. يعني يا بحط اكتيفيشن هون يا بحط اكتيفيشن هون زي هاي الدائرة اللي موجودة هناك. راح نشوف مثلا دائرة يونيبولر سيستم راح تكون شكلها زي هيك. فمثلا راح يكون عندي هاي مثلا فيز هاي فيز مثلا لو اخذنا 5 فيزز 5 فيز مثلا 10 بول سيستم هذول كلهم شبكناهم كومن مثلا وهذا صار عندي هون كومن. بعدين جيت حطيت موسفيتس مثلا هذول كلهم ايش ناقص الرسمة هاي؟ فري ويلينج دايلز. فيا بحط الفري ويلينج دايلز هون يا بحطه على السويتش نفسه. هاي هذا السيستم 5 فيز مثلا ممكن كان هذا الفايف فيز اصله 10 بولز فمعناها كل واحد من هدول الكويلز ايش بيمثل؟ 2 بولز 5 فيز 10 بولز بعدين بصير اعمل سويتشنج بالسيكونس اللي موجود هون. وهذا على فكره يوني بولر لانه عندي هون هذا نيجاتيف وهذا دائما راح يكون بوزيتيف او زيرو بوزيتيف او زيرو فالكرنت دائما بمر بهذا الاتجاه فالكرنت راح يكون يوني دايركشنال. مثال ثاني مثلا لو اخذنا مثال ثاني على وين عدد الفيزز لا يساوي عدد البولز مثلا المثال غير هذا المثال ممكن يكون عندي سيستم 3 فيزز و 4 بولز بير فيز فيكون عندي مثلا خلينا نشوف المثال زي المثال اللي شفناه المره الماضيه هي عندي هذا
هاي هيك. لو اخذنا هذا اعتبرنا هذا ستيتر، هذا هيك. هلا طلع الالوان هون عندي، عندي اربع ازرق راح اعتبرهم الفيز الاول، وخلينا نسمي مثلا الفيز الاول نسميه ناخذ هون بي 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 بي، واخر شيء سي 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 سي. فهذا عندي هون عدد الستيتر بولز 12، ان اس تساوي 12، لكن عندي انا عدد الفيزز هون بيساوي 3. فصف عندي 4 holes. اوكي ماشي واضح. طبعا راح اشبكهم بحيث انه يكونوا، اظن لازم اشبكهم بحيث انه يكونوا alternate، فبده يكون هذا north south north south north south north south. لما بشغلهم ها يكون north south north south، وهذا عندي هون 12. يعني دكتور راح تصير انه 0 بولز ايكوال تو انتجر.